خير. اهلا وسهلا في جميع، فضلتوا علينا كثير في اسمي وفي اسم اخوي نصير صاحب الدار. نشكر كل واحد وصل لهون ووقف معنا في هذا الموقف اللي احنا في كثير في موقف كثير صعب. نشكر الجميع، فيش عنا اشي نقدر نحكيه، نقدر شكرنا لكم ووقفتكم حدنا. هذا بيزيدنا قوه وبيزيدنا اكثر انه نقدر نعطي لهي البلد ونكون اولاد بلد وحده. وهي بورجه احنا اسفه قدامي انه بلد وحده، احنا كثير متركشين من الموقف وكثير مستكثرين خيركم. بحب بعد بالصافي نزيك ايوب بس يفتتح الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا في اخوتنا رئيس المجلس المحلي في دارة الكلمة الأخونا المحترم أبو يوسف، ورئيس المجلس المحلي في عسفيا أبو عميد، والحضور الكريم من مشايخ وإخوان. أهلا وسهلا فيكم، أنا أفتخر وأعتز في حضوركم وفي وجودكم وفهمتكم. حقيقة أنا كنت ما بديش أحكي ولا كلمة، لأنه هذا مش المنبر تبعي، ولا أنا خطيب ولا أنا سياسي، ولكن بهمني هذا الأمر وبهمني أمر كل إنسان في الطائفة الذي تهدد داره في الهدم. واللي أنا بدي أقوله إشي واحد، أول شيء أنا أدعي لرؤساء المجالس المحلية ولأعضاء الكنيسة ولمشايخ وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبو حسن الموفق بالتوفيق أن يحلوا كل هاي المشاكل، وإن شاء الله راح يحلوها. ثانيا، الوضع يا إخوان إنه إحنا عايشين في دولة علينا واجبات ولنا حقوق، والكل يعلم أن الواجبات التي علينا نقوم بها من كل النواحي، ولكن الحقوق التي يجب أن تعطى إلينا لا تعطى إلا بالبكاء المر. يعني كل إنسان فينا من الطائفة يخطط كما يخطط كل إنسان في العالم، شغل ودار مسكن يستر حاله فيها. وإحنا شبابنا وين عم بيروحوا؟ بدين شغل، وكل إنسان عم بيعمر على أرضه الخاصة وأرض أجداده. ولكن شو نقصنا هون؟ نقصنا إنه الدولة تبعتنا مع كل الأسف مش عاملة تخطيط. أما في نيشن بتعمل التخطيط قبل، وفي زخن يعقوب بتعمل التخطيط قبل، وفي يقنع عم بتعمل التخطيط قبل لكل شيء. أما هون من 69 و70 ما فيش تخطيط. أنا الحقيقة بدي أقول لكم شيء واحد، إنه فيش إنسان ولا دولة تكسر شعب لما نكون موحدين. كلمتنا موحدة في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميع، ووفق لنا الرؤساء إن شاء الله يسدد خطاهم ويكون النجاح حليفنا في كل شيء. والسلام عليكم. برام بصافي، أدعو رئيس المجلس المحلي أبو عميد وجي كيوف. مساء الخير المشايخ المحترمين، زميلي وصديقي أبو يوسف رفيق حلبي رئيس المجلس المحلي في دير الكرمل، الإخوان، الحضور الكريم من عسفيا ومن الدالي بلد واحد. دعونا لهذا الاجتماع التضامني مع جميع أصحاب الدور الذي وصلهم أوامر هدم في الحاضر وفي السابق، وكل هؤلاء الذين يمثلون في أروقة المحاكم في حيفا. هذا الاجتماع اجتماع تضامني معهم جميعا، ونحن إذ نقف بجانب كل مواطن إن كان في دالية الكرمل وإن كان في عسفيا. لم نعتدي على أحد،
لم نأخذ أرض أحد، إنما نحن نعمر على أراضينا، ووفق تخطيط مستقبلي لم يقبل على يد هيئات التخطيط. فالتخطيط المستقبلي لهذه المنطقة هذا الشارع، شارع بسموه شارع الأبيض أو نوف كارميل، وهذا الشارع هو الحد الشرقي لأراضي عسفيا، وهكذا اتفق. ونحن إذ لا نوافق لا على هدم ولا على أن يدفعوا أصحاب هذه الدور أموال. اليوم كان لي اتصال مع الشيخ موفق طريف، وقال لي أنه كان مع مدير بوليس حيفا، مع مدير شرطة حيفا والشمال، وأعلمه أنه لا يوجد هدم، كما وحضر إلي نائب القائد في حيفا وأعلمني أنه لا يوجد هدم، ولكن يجب أن نكون نحن على هبة الاستعداد. يجب أن نؤمن لخطواتنا، وكم نحن بحاجة لاتحاد في هذه الظروف، لأن الاتحاد هو الذي يعطي القوة لهذا الموقف. فأنا أطلب من الجميع أن لا يستغلوا هذه الظروف لأمور سياسية أبدا، لأن هذه الأمور هي أمور حياتية لكل الحياة، وهي للجميع. هاي الأراضي اللي هون لكل أهل عسفيا وكل عائلات عسفيا وكل عائلات دالة الكرمل، ونحن متفقين على هذه المنهجية، على هذه الطريقة، على هذه الوحدة، على هذا الإخلاص. أقولها وقد قلت هذه الكلمات اليوم هنا وبالأمس في الكنيسة، نحن طائفة بحاجة، نحن طائفة بحاجة للعديد من الأمور، ولنا أعضاء كنيسة، ومن هنا ومن هذه المنصة نطلب من أعضاء الكنيسة ومن أحزابهم أن يقوموا بعملهم ونحن معهم، لأننا في هذا الطريق سننجح ونكون لهم من الشاكرين على هذا العمل. ولتعلم لجنة التخطيط في حيفا أننا لن نستسلم ولا لأي أمر هدم مهما يكون. سنقاوم كل أمر اللي بيقول إنه بدنا نهدم دار في أحد هذه القرى، لأنه إحنا مش معتدين على حدا. قضية وقت في التخطيط، أوقات اللي هني بيقرروها. من هون أنا أشد على يد جميع الحضور قائلا لكم أن الحقيقة هي واحدة لا يمكن أن تتجزأ، والحقيقة هي الوقفة الصامدة لنا جميعا كأهل البلد، كأسفويين، كدلوانيين، كسكان بسكنوا الكرمل هذا. وصباحا إجا لهون أبو يوسف رفيق حتى يتضامن، واقترحنا أن نقوم بهذا الاجتماع صباحا. فمن هنا أنا أشكر الجميع وأشد على أيادي جميع الإخوان
الذين يكافحون. ما أنتم ليس لوحدكم، نحن معكم، نحن معكم كمواطنين وكإخوان وكأهل، والله معكم ولنا جميعا التوفيق، وشكرا للجميع. شكرا أبو عميد. ندعي أبو يوسف رفيق حلبي رئيس مجلس دولة الكرمل، شرفنا. مساء الخير. أولا لابد من تأكيد ما هو أكيد، بأننا بلد واحد ونضال واحد وجبل واحد، والجبل لا ينحني لأحد. وثانيا قضية هذا المبنى أو هذه العمارة أو هذا البيت هي ليست قضية صاحب هذا البيت، هي قضية مصيرية، سواء كانت في دولة الكرمل أو في عسفيا أو في بيت جن أو في يركا أو في عارة أو في إباقة الغربية، هي قضية التخطيط والتعامل مع سياسة التخطيط. لم يخططوا 30 عاما ولم يضخوا الميزانيات 40 عاما. وعندما التقينا قبل فترة مع وزير المالية في أدلي بنيم، قلت له لفخوت شنتايم، وأنا بقول لكم مش موجود لا رئيس مجلس محلي ولا رئيس بلدية ولا لجنة تخطيط في العالم تقدر تعمل تخطيط لبلد في سنة أو في سنتين. واللي بقول لكم شيء ثاني بفهمش في التخطيط. لذلك كل واحد بقول على أنه يا أخي تعال نستنى سنتين ثلاثة، هذا بقول تعال نخنق هاي البلد سنتين ثلاثة. من هذا المنطلق بدي أقول بالحرف الواحد، نحن مثلا أنهينا الخارطة الهيكلية. شو يعني أنهينا الخارطة الهيكلية؟ لبين ما توصل لديونين بأفكادا، لبين ما تقشار ويوافقوا عليها بدك أقل شيء 5-6 سنين. خارطة عين دالة شلوشبوت في دالة الكرمل قدموها سنة 1997 ووفق عليها في المحكمة سنة 2011، 14 سنة. شان فكرة كانوا بكرة قدم رفيق حلبي ولو جيكا يوف خارطة هيكلية ما أنتوا بعد 2-3 شهور بيقدر العمير فيها؟ لا، حاولوا يوم لنين اللعبة قبل فترة على ما يسمى الأراضي شتخيم جليليين، قالوا في خلاف بين الدالة وعسفيا. رحت على اللجنة الجغرافية قلت لا فيش خلاف، كل اللي في الدالة طول العصر حاولوا يخلقوا هناك سبين انه نحن مع بعضنا البعض مختلفين عشان هيك بدوش يوزعوا الاراضي. لا قلت لا فيش خلاف، ابن الدالة بتجوز مع عصفي وابن عصفي بتجوز ابن الدالة، شو الفرق يعني؟ شو المنطق يعني؟ واذا كانوا راح 100 دونم لهناك ولا 200 دونم لهون، وانه راحوا لوين؟ راحوا لوين؟ مش مشكلة. من هذا المنطلق لن نسمح لهم ضرب الإسفين، هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة إلى حسب رأيي الأهم، يعني هن حدا بيسترجي هالبيت. أنا بقول لكم حكينا اليوم مع الشرطة وأكدوا 100% لن يهدم بيت، إلا طبعا في قرارات محكمة والشرطة وافقت حكم على رئيس المجلس في الأول، مش مهم كانوا اسمه وجي كيوف ولا رفيق حلبي، مجبورين حسب القانون يستشيروه قبل ويحكموا قبل. أنا مش خايف من هدم البيوت، أما أنا خايف من الغرامات مش أقل، من المحاكم مش أقل. يعني إذا بروح على محكمة بيحط 100,000 شيكل بتسافر رسالة توخ شنا، وبعد السنة بيقولوا كمان مرة على المحكمة بزيون بيت مشبات كمان مرة تدفع 100,000 شيكل و50,000 شيكل. شو نحن ببنك يعني؟ نحن معمر وين عمنا عمر على القمر؟ فيهم موجود عمار مقلدة، قالوا في الأول ايه هذا عامل هون عزبة، زي ما بقولوا عاملين هون عزبة. لا هي مش عزبة، إذا كان عزبة يدوها من إسا. أما نحن بقول إنسان بدور على محل يسكن فيه ويعيش فيه، ولجان التخطيط بيشتغلوا حسب مفاهيم
اللي بعيده جدا عن المنطق تبعنا. نحن قاعدين في لجان التخطيط كل يوم. الشارع لازم يكون 16 متر و14 متر و12 متر. ومجبور تعطي 30% و35%. بدي اقول لكم بصراحه صعب احيانا انه نحن نقنع او نقتنع في هاي المفاهيم. انا كنت يوم الصبح هون قعدت مع نصير، قعدت مع الاخوان، مع ابو عميد، واتفقنا على هاي القاعدة على اساس ناكد امر واحد. لن نسمح والله بهدم مدماك واحد في دلعه في عزيا. مش مهم. قبل كم يوم كنا في مجلس عسفيا على اساس نحكي على هاي القضايا. كان في اقتراح هناك تعال توجه للاهالي، نطلع منشور للاهالي المواطنين بلاش تعمروا. قلت له يا سلام، انا على هذا بمضيش. شو يعني الضحيه صارت هي المذنب؟ ماذا الضحيه؟ انت المذنب، انت اللي مخططتش. قعدتوا 40 سنه شو خططتوا يعني؟ شو عملوا 40 سنه 30 سنه؟ الضحيه صارت هي اللي لازم تدفع الثمن؟ لا، لن نسمح بذلك. وبدي اقول لكم اياتو في النهايه، كونوا متاكدين، شايفين هذول الشباب اللي هون؟ حكيتها لان فكيتها مخوص قبل. عندما اجوا بدهم حاولوا يقتربوا من بيت عمار مقلده. ومش مهم شو رايي، مش هاي الطريقه. اذا بدوا لا سمح الله في هذا البيت فرط المسبحة، والمسبحة بتنفرطش المسبحة بتنفرطش. عشان هيك لازم نضل محافظين على الصف الواحد، على الكلمة الواحدة، على النضال الواحد، وما نسمحش لأي إنسان في الدنيا إنه يستغل هاي الظروف. وزي ما حكى أبو عميد، فيش هون سياسة، فيش أحزاب، فيش معارضة وإئتلاف، فيش لجنة هون ولجنة هناك، لا، نحن واحد كلياتنا. بقول لازم يكون واضح هذا للجميع، مش مهم كان في اليمين ولا في اليسار، مش عارف ليش بروحوا على اليمين أصلا. كان في اليمين وكان في اليسار، فيش هون، نحن نضال واحد، زي ما قلت في البداية جبل واحد. قول لكم اهل عسفيا، انتم مش اهل عسفيا، هذا البيت قريب على الدالي اكثر من عسفيا. اللي بينزل على الشارع لتحت دقيقتين موجود حد الحديد، عبين ما يوصل على مركز عسفيا بده ربع ساعه. عشان هيك اعتبروا هذا البلد وهذا البيت بيت في الكرمل، وهذا البيت بتعرفوه كلياتكم. الله يخليكم ويوفقكم، وان حدا يسترجي يقرب على البيوت، وان شاء الله راح يكون سد منيع امام كل محاوله للمس بكرامتنا، وهي كرامتنا. شكرا لكم. شكرا ابو يوسف، نشكر جميع الحضور، ونتامل تضلكم حدنا كل الوقت في المذاق اللي احنا فيه، لانه احنا بدنا كثير شباب تتواجد هون، وكثير ناس تكون معنا هون. سميح معلش، في مجال بدنا نفهم من رئيسين المجالس المحليين الاوادم الافاضل وعلى راسنا من فوق، ففي سلطه تنفيذيه وفي سلطه تشريعيه وفي سلطه تسمى سلطه المحاكم. سؤالي بسيط جدا، هل السلطه المنفذه اللي هي الشرطه بتعطي الكلمه الاخيره لرئيسين مجلسين قاعدين هون وعلى راسنا من فوق والقرار هو قرار، ام السلطه تبعت المحاكم اللي هي بدها تعطي الكلمه الاخيره للتغريم؟ وكمان لو وقفتنا هون كلياتنا هون، لانه احنا فاضيين الاجتماع والحمد لله الخطر زاد. اذا نصير بيقدر يكمل شغله هون، وسعادة زاهد كمان فيش خطر عليه، انا بوضح غيرهم، انا بوضح. بدنا نجاوب الاخوان المحترمين وكلنا نروح على البيت وننام على هدف، ما نضلش نضلنا مقلقزين. انا ما بنصحش حدا ينام على هدف، لا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم. لازم يضل واحد يفكر في الليل، احسن يروح لحالات محلات ثانيه. اسمع بدي اقول لك، في عندك ماشين كرا رشيوتها اخفه،
بيجي بقول هذا المحل عمار في محل مش منظم، بيقدموا للمحكمة. القرار هو للمحكمة، الشرطة فيش لها علاقة. الشرطة ممكن تكون تحذرهم انه صعب لو كداي. حكينا مع المفكال ابو عبيد وانا اكثر من مرة في هذا الموضوع، مارون يا شيخ، ووضحنا لقائد المفكيد المخوز شو ممكن يكون نتيجة هذا الامور. القرار هو قرار للمحكمة مش للشرطة، الشرطة بتساعد في تنفيذ القرار. اوكي، هذا بالنسبة للموضوع. بالنسبة لاستمرار العمل ولا لا، هذا موضوع ثاني، ما افتكرش ان احنا في هذا المجتمع هيك لازم نحكي عليه. ايوه مساء الخير للجميع، للمشايخ الكرام، اهل عسف يا اهل الدالي. مشان كل اجتماع يكون ناجح لا يكون لازم يكون خطوات عملية. باعتقادي الاجتماع والحضور الكريم الموجود هون احنا بنفتخر فيه، ولكن اذا ما كانش فيه خطوات عملية معناته بيكون فشل. اهل بلدنا وكل شعب بده حرية لازم يتوحد، واذا كان في نضال بدون وحدة مش ممكن نوصل للهدف. الاخوان اللي تهددوا بهدم بيوتهم احنا صح واقفين معهن ونتضامن معهن لطول الطريق. اهل عسف يا معروفي انها وقفت امام اخطار كثير ونجحت فيها، ولكن اذا احنا بنطلع لازم يكون عندنا ثلاث مسارات اللي لازم نعملها. اولا اللي حكى عليه ابو يوسف ورئيس المجلس هون انه لازم نتوجه لاعضاء الكنيسة ولرئيس الروحي ورؤساء المجالس الآخرين على أساس أن نوحد الصف، ونتوجه لوزير المالية على أساس أنه يوقف موضوع الهدم في عسفيا والدالي والقرى الأخرى. هذا أولا. ثانيا أنا بخاف من المفاجآت، يعني حكيته مع مدير البوليس وحكيته مع الجميع وكلكم هدوكوا أنه مش راح يكون ولا إشي، ولكن الخوف أنه يكون مفاجآت. عشان هيك لازم يكون في تنظيم من الشباب، وانا مستعد اكون من اول واحد على اساس نتضامن ونعمل حركة ونشوف شو بصير في بلدنا من بريد بلدنا والتخطيطات اللي بتصير. اذا ما كانتش هذا الاشي بصير فشل. والموضوع الثالث، وانا مش عم بحكي كسياسي، لا عم بحكي كمصلحة البلد، عدم تقديم الخارطة الهيكلية لعسفيا هذا كان اخفاق. وانا بفكر انه لازم تتقدم الخارطة الهيكلية على اساس البيوت اللي موجودة ما يكونش تحت خطر وتهديد في الهدم. واخيرا انا بقول لاهل عسفيا احنا اقوياء، احنا مثال لقرى اخرى، بنظل صامدين على اساس ان ناخذ كل حقوقنا من هاي الدولة. شكرا. نظراً أن الاجتماع هو مش اجتماع سياسي، ومنشان هيك أنا مش راح أرد ولا على الكلمة. فأهلا وسهلا فيكم وشكراً للجميع. وفي اعتقادي الأمر هو اتحاد وليس تفرق. شكراً للجميع وأهلا وسهلا. وشكراً للجميع، شكراً على الحضور اللي بيقدر يظل هون. نصير مساء الخير. مساء الخير. احكي لنا وبصراحة كيف عمرت؟ هلا أنا هاي الأرض اشتريتها في 2005 وبلشت أشكيع فيها وشغل ودفع وشغل ودفع تعمر لابني فيها. إسا إحنا عايشين يعني في حارة المستوى تبعها متاخت لإفس، البيوف عليك، أزمة السكان اللي صارت في هاي الحارة، فيش محل حنية لسيارة. طب ابني خلص من الجيش، أنا وين بدي أعمر له؟ فيش عنده محل ثاني غير هون. لو في بطرون ثاني ما عمرناش هون. وهاي الدار صار لها كيامة من 2008، انا ساخقول عم عملها شيبوتسيم، بس قمت الرعافيم جابوا لي تساف هريسا، انا ساخقول قمت الرعافيم حطيت جددت. انا من 2008 هون، وفي دار وفي صور وفي تسلومي افير. تسلومي افير من 2000 و
و9 فتنا له المحامي وشفنا تسلمي افير كله كيام وكله مبين، اما شو بدهن نعرفش. قل لي هاي الارض انت اشتريتها؟ هاي الارض انا اشتريتها في تعبي سنه 2005، اشتريتها مشان اعمر لابني فيها لانه فيش حل ثاني. وعدوك انه الارض تكون؟ وعدونا كل الوقت بوعدوا انه هاي الارض تنضم وهاي الارض تنضم، مستنينا 12 سنه وفيش اشي بده ينضم، وين بدنا نروح؟ ما عادش في حل ثاني. فتحنا شوارع، عملنا عبدنا الارض، عمرنا الدار، وما فيش حلول. شو بدك تقول كلمه للناس؟ انا بتامل من انه هاي الدار مش دار بس نصير كيوف، هاي دار لكل اهل عسف فيها، لانه صار هون عايشه هاي الدار هذا يعني صار بدها تروح دور عسفيا كلها مش بس دار نصير. وهاي الدار انا بتامل انه هاي لاهل عسفيا مش بس لنصير كيوف. وانا بشكر كل اهل البلد وجيراننا اهل الدالي اللي وقفوا معنا هاي الوقفه، وهي وقفه مصيريه، وهي مصيريه لعسفيا وللدالي ولكل القرى اللي حوالينا. واذا احنا ما بنتضامنش مع بعض ما فيش لنا مصير. وعندنا شباب وعندنا مشايخ الحمد لله اللي بيرفعوا الراس، وبشكرهم كلياتهم. اهلا بيك ابو نصير، مساء الخير. مساء الخير، مساء النور والسعاده، واهلا وسهلا بالجميع وجميع اللي شاركونا وجميع اللي طول بالك علينا. طول بالك شيء، بدنا نسالك سؤال. يعني اول ما نصير اشترى الدار، احنا معروف الازمه السكنيه اللي موجوده في الحاره، احكي لنا عن وضع الحاره وسمير نصير كيف اشترى الدار. نصير اشتعبه وعرق جبينه وصهر ليالي انه قدر يشتري هاي الارض، وسهر كثير وتعب كثير، وساكن عندي في ثالث طابق بيطلع 50-60 درجة انه يوصل بيته، وسكنته كثير كثير صعبة انه قدر عمر هيك هاي الدار تيسكن فيها، ما خلاش يعني حيلته حيلة، وكله كان كثير 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 صعب علي. أنا بعرف قديش بتحب نصير وسميح، شو أول إشي شو أنت حاسس في لحظات عن هالزي وشو شو بتتمنى لهم؟ حاسس إنه قلبي نازل إذا بصير من قام حجر من هاي الدار، يمكن إذا قام حجر أنا ما خلص بموت، ما عادش أقدر أوقف أنا مش اليوم. شايفين أهل عسفي أهل بلدك واقفي معك وأهل الدالي كل الكرمل، هذول تاج راسنا، هذول اهلنا حبايبنا، هذول اللي بنبني عليهم وهن بيبنوا علينا، وهذا اللي بنقدر يضلوا هيك يا ربي، ويضل مجتمعين هيك ومتكاتلين سوا، وبدناش اكثر من هيك. خليلنا ياك ابو نصير وخليلك الشباب، وان شاء الله كل عسفيا كتف على كتف مأيدينك وداعمينك لك ولنصير وللبيب الصغير كمان. وبنشكر كمان رؤساء المجالس المحلية اللي شاركونا ويفضلوا علينا جميع، والمشايخ اللي شاركتنا من عسفيا والدالي، وبنتأمل انه يظلوا واقفين هالوقفات هاي واكثر من هاي ان شاء الله، وان شاء الله بصيرش حدا اشي وما بنشوف مكروه على واحد في عسفيا والدالي. خلينا ياكل الف شكر ابو نصير. سميح مساء الخير. اهلا ابو سليم. يعني أنا بعرف أنك أنت متأثر يمكن أكثر من نصير في موضوع أمر الهدم اللي أخذه نصير أخوك نصير بالنسبة لبناية الدار. إشي أكيد هذا شوي يعني دار أخوي مش داري، ما نفس الشيء، إحنا مش بيت واحد، إحنا أكثر من بيت واحد، يعني اللي بيصير على أخوي طبعاً بده يصير علي. لابد من كلمة هيك نقولها اليوم بعد الحضور الرائع اللي كان والدعم المعنوي لنصير في الاجتماع اللي عملته اليوم. أقول لك شغلي أبو سليم، إحنا ورجينا اليوم إنه أهل البلد إحنا إلنا نخوة وإلنا غيرة على بعض وبنحب بعض، والشباب اللي إجت اليوم والمشايخ وجيراننا الندالي بورجيك قديش إحنا شايب بعض وعنا غيرة لبعض وبنحب بعض، وهي قوتنا. إذا غير هيك بيكونش عنا إحنا يعني نصير وسميح لحالهم بيعملوش شيء، إذا بيكونش كل البلدين حدنا إحنا مش ممكن نتقدم. ونصير هون حط هون محل اللي كل عسفيا والدالي تستفيد منه، لأنه بعد دار نصير بده يكون مليون دار هون في الإزور من وراء نصير، أزل كل اللي يوقف مع نصير بده يعرف أنه كل البلد مستفيد من هذا المشروع.
ألف شكر لك. يعني احنا شايفين قربوا يكشوا على بعض، يعني نشوف ابو نصير، يعني شفنا احنا دموع ابو نصير على من خلال الحديث، مؤثر جدا. نصير شو هيك تتمنى لابو نصير؟ بس طولة العمر والسعادة وتاج راس لابو نصير. خلي لي اياك وياه بخ. انا عايش من شانكو بس.